قلت له الخاوه انا كنطلع 7000 8000 غنقسمها ما كتجينا 40 درهم وانا قاعد نتحرق بالشمس دانك يدي هذه باقي ما حطتش بحيره. بعض البلايص كيكونوا خاويين مناطق خاويين وكيستغلوا كيخدموا فيها قاردين 10 درهم 15 درهم وكاشي زيد جبرتو واحد لابس جيلي كيتخلص منها عطاتو 2000 فرانك رد عليها 6 درهم كاين اللي ما لاقيش مسكين خدمة انا راه جاي مسلق فهمتي باش نترزق على الله كاتبين في جيلي سير تخدم على راسك راه خدام على راسي مالي تخدم عليك انت ها مرت اختي يشوفوني والدتي يشوفوني هكاش فهمتي فهمتي شحال يا ولاد الناس كاين بعض الناس كاين اللي لابس البلوزه هادي كاين اللي كيسرق فهمتيني كاين اللي كيطبر طيف ديال الخبز كل واحد المشكل ديالو كاين عاود بنادم كاين بعض الطوموبيلات مراتين العربيه تسعره فهمتيني بحال ايش بحال ايش مشاكل اللي كتجبروا تما مع الناس دابا المشاكل اللي فهمتي فحال دابا الدخ يبقى لك نهار سين ماكسيم هنا دابا بغيت تما نهار ما تجي تخرجوا اي غنزر فيك يا يقدر يعطيك يعطيك شي درهم بجوج درهم غنزل فيك غنزور ويمشي فحال وبعد مرات كنجي انا وقعت لي انا بيدي كنجي كنباركي بنادم كيجي يقول سباركينيش صافي بلا بلاصتي انا بلاصتي راسي بقاي على يدو كدا حيت النص كبير دابا بلا رخصه فهمتيني لا انا بيدي انا مؤخرا كملت مؤخرا قعد بيدي كانوا يديو لي باركي راه جاو عندي ثلاثة دراري هنايا ولا ما عرفتش حاجه كيقول لك باركي ديالهم واجدين هنايا كان زايد لشي 10 سنين هيداك جاو عملوا الرخصه فهمتي ما تصل من الدوله لا والو هذيك ديالهم عدلوها في الاخر ما جا هنايا قال لي الباركي ديالك خصك تزول قال لي الباركي ديالك خصك تزول انا عندي الرخصه كدا قلت له هذه الرخصه شكون طالك قال لي واحد مقاطعه كدا تسواني طلعت عند الرئيس تسواني قال لي انا باقي ما عطيتش رخصه لشي واحد تسمايا في الاخر ما شاف راسو هذا قال لي واش تخدم معايا في النار قلت له الخاوه انا كنطلع 7000 8000 غنقسمها ما كتجينا 40 درهم وانا قاعد نتحرق بالشمس ناس كفاني هاد 40 درهم واش ليه ولا طبالي الوالده ولا شي الا دانك يدي هادي باقي ما حطتش بحيره حتى بحيره هو تسرس الدعي والله الا محفه عيب قايله هادي عيب قايله والله الا باقي ما حطتش بحيره والله الا باقي حد الان من ابيض ومساحات كحل كاين بعض الناس كتبر عليك اشحال انا خان راجل كبير شويش جيت نخرجو فهمتي ما كنتش ناوي 50 درهم قلت له رد عليك الصف قال لي لا كنتعامل مع الشباب كدا سما باقي شباب كدا الا جات شي ضربه صحيحه فيها راه توقف ما بغاش يوقف كنجيب التليفون نصور نقول لهم شي فحالك ما ترك ولا يا عندي فهمتي باش فهمك ما كنبري راسي حتى انا ومولا ما كاين شي خساره فهمتي ديالهم بنادم اللي كيحط السياره ديالو وحنا كنحضروا هذه في الشمس راه كاين اللي يجي واحد اخر اللي ما حضيناش ليه كاين اللي يجي يتقب ليه الرويضه كاين اللي يجي يرس ليه الاخر الدجاجه ويمشي ما عنده غرض وحنا حاميينو غير جوج دراهم ولا ثلاثة دراهم فهمتي في الشمس النهار كامل بينا كاين اللي ما لاقيش مسكين خدمة انا راه جاي مسلق فهمتي باش نترزق على الله وهاد الامور هادي لقيتها بزاف الناس كيحتقرو فهمتي كاين اللي ما كيعطيش كاين اللي كيشوف شوف خايب بحال الشفار ما شافش بانه هو راه النهار كامل هو حاضر لي طوموبيلتو باش حدايا زعما ما تاداش فهمتي كاين واحد خينا البارح كري هادي واحد الطوموبيله استخدم داب زعما على وديت واحد من الطوموبيله منين جا في الاخر ما هضرش معايا حتى هضره زوينه دابا حنايا دابا حنايا انا براسي انا راه ماشي هاد السيستم ماشي باركينغ ديالي هذا راه داير مع موشي هو النص من النص اغلبيه الدراري تتلقاهم خدامين ماشي ديالهم باركينغ ما فيش يعرفوا بنادم غادي ترزقوا فيه مع الله تيجي يقول لي واحد الانسان تيقول لي جيب لي واحد القدر فهمتي تيقول لي 150 درهم ولا 200 درهم فهمتي يقول لي جيب لي وضرب على راسك او لي تيقول لي هادشي اللي جبتو غادي نفرقو انا وياك تسمك بحال كراج فهمتي بحال كراج حاضرين وحنا وانا راه ماشي هادي خدمتي انا لا وحدني الخدمه هادي عندي بزاف ديبلومات عندي ثلاثه ديبلومات صيانه فندقيه الكتريسيتي بلومبي فروه عندي حرفات بزاف في يدي انا غجيت انا طنجي جيت في هذا المشكل ديال اللي وقع هادشي ديال السبته كلشي تكب هنايا يعني دابا تينا جيتي باش تحرق السبته صدقتي على السباركي صدقت على السباركي ثم حنا تتهرمونا كنترزقوا على الله راه مشيت شنايا حتى حدا كان الطوموبيله ديالك انت ولا كديها شي باركي كا واحد الباركي هنايا ها هو ورايا كيدخلوهم عنده كيعطيو 100 درهم وحنا راه في الشارع تبقى حاضيين ومشيو النهار كامل في الشمس انا راسي طبخ حتى انا جوج درهم فهمتي هي جوج درهم ولا كاع ما تعطينيش يقول لك كلمه زوينه راه واحد يخلص على واحد غاتجي تقضي شغلك راه كاين اللي يجي غادي يجرحها لك يجي يجرحها لك ويمشي غادي تعاود الصباح انا راه حاضيها لك واحد اخر راه حاضيها لك انا دوزت هاد الخدمه هادي دوزتها غير سيمانه صافر ما كذبش عليك ما
كرهونا فيها. عندي شي امور شخصيه يشوفوني والدي يشوفوني هكاش ما يبغيش فهمتي. شحال يا ولاد الناس تعسونا تعسوا الاولاد راه اغلبيه ولاد الناس ما تقولوش فيهم شي حاجه خايفه بالعكس تعاونوا معاهم. لقيت الغداء طالعين من الغداء ساكنين تغدا ورتا متعسوا عليك وانت خدموا فهمتي. لقيت العشاء كاع ما تعطيهم شي حاجه كاع هي الماء هيك شي كلمه زوينه. وبنادم تيبقى النهار كامل اللي غريب مغرب. انا والله الا وريتكم فراشي انا راه هو فراشي كنعس وزرق ما لقيتش حتى انا جاي براني من السبع فهمتي. مشى خدم هنايا باغي نحرق والسقس خدام هنايا وهاد الخدمه هادي ما قداتليش باش نكري. المعيشه هنايا غاليه. بعض الناس بعض من الناس كيتفكرونا وبعض الناس ما كيتفكروناش فهمتيني ما كيتفكروناش. بعض الناس يعني واخا توقف عليهم ولا شي حاجه كيصبر الطوموبيل كيصبر التليفون ولا كيصبر ويعدي ويزيد في حالو فهمتي. شفت الطوموبيل كتعمل واحد يعني زوج بارتمات يعني شاريها بزوج بارتمات ويجي باركي وتعدي وفي الساعه اللي تخرجوا كيتكي على كاسك وعلي يدو يقول لك الله يعاون اخي. اش ما تقول له ما عندك ما تقول له فهمتيني. حنا الحمد لله بما قسم الله علينا فهمتيني. زاد ديك البركه صبرناها ما زاد تي هو هذاك الدنيا هنايا فهمتي. المهم حارسين على الطوموبيل للشخص مثلا شي واحد جا وباركا وخلى الزازه مفتوحه ولا شفناها كنمشيو عند مولاها تندار وكنعيطوا له كنقولوا له الزازه راه هي خليتيها هذا او فاروس مثلا خلاهم مسعودين ولا شي حاجه كنمشيو عندهم تندار ونقولوا له راه فاروق كيجي كيشد الطوموبيل ديالو عادي كيمشي في حالو للدار. انا وقع لي واحد النهار هنايا واحد السيده باركيتها مشيت عيد نصلي الدور مشيت صليت الدور وخرس زيد جبرت واحد لابس ديالي كيتخلص منها والله عادي كيتخلص منها. عطاتو 2000 فرنك فهمتيني. عطاتو 2000 فرنك رد عليا 6 دراهم بقل هذا ماشي ماشي بقل كثر من بقل. اي والله ملي قلت لها سني عملتي قالت لي واه انا سحب لي عساس. قلت لها من عساس هذاك عيها هو عملت ديالي عطيتي 2000 فرنك. اي والله ايوا صبرت وسمح لي سمح لي وقلت هات كتجري مورا. لما يجي عندك يوقف عندك في السياره ديالو في بلاصه عندك لا ضروري تعطي معامله السلام صافا نهارك مبروك نهارك سعيد حكه زوينه في وجهه. وراه المغاربه راه سخيين والمغاربه اللي عمر هذا راه بلاد هادي زعما كانت بلاد راه زوينه المغرب كامل تبارك الله ما شاء الله. شحال من واحد جا عندي انا في رمضان انا وقف عليا تعامل معايا الله يعطيهم الخير صراحه بكل صراحه. المغاربه يعني مغاربه قلوبهم كبير ماشي هذه حاجه مساله باينه. ما عندي لا رخصه لا والو انا اصلا ما عندي لا رخصه لا والو عمري ما تخاصم. الحمد لله الناس هنا كتعرف كيفاش تتكلم تعرف كيفاش تطرق الهضره. المغاربه المغاربه تبارك الله كرامه والحمد لله وشكرا. شكرا بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.